رأس السنة الميلادية الجديدة، إن شاء الله تكون سنة سعيدة مباركة على الجميع، ونتمنى للعراق كل والعراقيين كل الخير والصحة والسعادة وراحة البال، وإن شاء الله ينعم علينا رب العالمين بكل الخير يا ربي. أول شيء نهني الشعب العراقي بكافة طوائفه بهذه المناسبة، وكذلك خاصة المسيحيين بمناسبة أعياد ميلاد المجيد، ونتمنى تكون سنة 2023 هي سنة خير والسلام للعراقيين جميعا، بأنه يعيشون في ربوع العراق الجميع، بأنه يتكافتفون بتعايش السلمي، التعايش السلمي اللي موجود بالعراق. نتمنى بأنه السنة تكون سنة عمل وجدي لبناء العراق الجديد. تمنياتنا في السنة الجديدة لإخوتنا في الإنسانية، العالم المسيحي أجمع والعالم المسيحي في العراق، نقدم لهم التهاني والتبريكات في عيد رأس السنة وأعياد الميلاد، ونقدم لجميع عراقيين، يعني نحن كل احنا في عراقيتنا قبل مسمياتنا، نتمنى عاما سعيدا، نتمنى أن يكون يحل أمن وسلام لعراقنا الغالي. نهاية العام 2022 وباستقبال عام 2023 نهنئ الشعب العراقي ونهنئ أبناء طائفة الصابئة المندائيين، ونتمنى الخير والوحدة، وأن يقف الرحمن بأيدي النفوس العراقية مجتمعة بهذا اليوم وبهذه الفرحة بحلول العام الجديد. أهنئ المسيحيين بالدرجة الأساس والعراقيين بشكل عام بحلول رأس السنة الميلاد الجديد، وكذلك أهنئهم على ميلاد نبي الله عيسى عليه السلام، ذلك النبي الذي أرسل رسائل مهمة للعالم، رسائل سلام، رسائل محبة، رسائل تآلف، وهو أيضا كان حبل نجاة للكثير من رجال العالم ونساء العالم. بالتالي هذا الحدث هو مهم للعالم أجمع وللعراقيين أيضا، كونه ينمي الألفة، يعني يوحد العراقيين بالدرجة الأساس.